السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم سنراجع حرف الحاء. هيا بنا نكتشف الجملة مع بعض. في المدينة محلات تجارية. نعيد قراءة الجملة. في المدينة محلات تجارية. كم تحتوي هذه الجملة من كلمة؟ تحتوي على أربع كلمات. الكلمة الأولى في، الكلمة الثانية المدينة، الكلمة الثالثة محلات، الكلمة الرابعة تجارية. نستخرج كلمة محلات ونقوم بتقطيعها إلى مقاطع صوتية لنكتشف ذلك عن طريق التصفير. محلات. إذن كم تحتوي كلمة محلات من مقطع صوتي؟ تحتوي على أربعة مقاطع صوتية. المقطع الأول ما، المقطع الثاني ح، المقطع الثالث لا، المقطع الرابع تن. نمحي الصوت الأول تن، يبقى محلا. نمحي الصوت الثاني لا، يبقى محا. نمحي الصوت الثالث ما، يبقى حا. هيا بنا أعزائي الأطفال نقرأ كلمات تتضمن حرف الحاء. حبل، محل، مسبح، تفاح. نعيد القراءة. حبل، محل، مسبح، تفاح. نعود إلى الكلمة الأولى حبل. أين يقع حرف الحاء في كلمة حبل؟ يقع حرف الحاء في كلمة حبل في أول الكلمة، يقع في أول الكلمة. ننتقل إلى كلمة محل. أين يقع حرف الحاء في كلمة محل؟ يقع في وسط الكلمة، يقع في وسط الكلمة. ننتقل إلى كلمة مسبح. أين يقع حرف الحاء في كلمة مسبح؟ يقع في آخر الكلمة متصل، يقع في آخر الكلمة متصل. ننتقل إلى كلمة تفاح. أين يقع حرف الحاء في كلمة تفاح؟ يقع في آخر الكلمة منفصل، يقع في آخر الكلمة منفصل. حبل، ح، محل، ح، مسبح، حن، تفاح، حن. الآن سنقرأ حرف الحاء مع الحركات القصيرة والحركات الطويلة والتنوين. الحاء بالفتحة نقرأه ح، الحاء بالضمة نقرأه حو، الحاء بالكسرة نقرأه حي، الحاء بالكسرة نقرأه حي، الحاء بالفتحة ومد الألف نقرأه حاء، الحاء بالضمة ومد الواو نقرأه حو، الحاء بالكسرة ومد الياء نقرأه حي، الحاء بالكسرة ومد الياء نقرأه حي، الحاء بتنوين الفتح نقرأه حن، الحاء بتنوين الضم نقرأه حن، الحاء بتنوين الكسر نقرأه حن. ولا ننسى السكون أضعف الحركات، نقرأه أح. نعيد القراءة. ح، حو، حي، حي، حا، حو، حي، حي، حن، حن، حن.